الاشغال هي مزيانه وما مزياناش. انا لكن نعقل ان الاشغال ديال الدار البيضاء غير هنا السونتر بين ما بين برانس وما بين حياه ريجينسي وما بين كافي دو فرانس وداك الشيء، بدات قبل الكونفينمون وما استغلوش ذاك الوقت ديال الكونفينمون وما خدموش فيه. سي نورمال ان اش غنقول لك، يمكن واش كيتسناو شي بيجي اخر ولا موسفا ما عرفتش انا، باسكو سي ترو، باسكو كانت الطريق مثلا هذه اللي حنا واقفين فيها مثلا هذيك راه يمكن عام وما خدامين فيها، والخدمه راه كطلبها واحد 10 ايام او اسبوع. الناس راه بناو سبيطار قد دخل في كوفيد بداو في جوج سيمانات، وحنا ما نقدروش نديروا هاد الاشغال ديالنا زعما بعقلانيه ونحيدوا هاد الاجعاز ديال الناس اللي خاصك تسيري صباطك 10 د الخطرات واللي عندو الطوموبيل كاع الموتيسورات تهرسوا ليه، وفين ما دزتي خاصك بحال غادي في العروبيه. ان كاين بعض المدن الصغار احسن من الدار البيضاء في الوسط على 100,000 مره بدون مبالغه. الدار البيضاء كبيره ولكن مهموله، مهموله لدرجه المليون في المئه. ان الا دخلتي للدار البيضاء غمضتي عينيك تصحاب في العروبيه، تتحل عينيك عاد كتشوف الباطيمات، هذا تتعرف راسك راك انت في كازا في واحد المدينه اللي مليونيه، واحد المدينه ديال الرقميه، واحد المدينه سي با لا علاقه بهذا الشيء اللي كيقولوا لنا. هاد الاصلاحات اللي كتبلات عرفها البلاد مؤخرا راه مزيانه وضروريه، ضروري ان البلاد تغير وجه المكان، لان هذا المكان كان يلبس ثوب الزمن الماضي، كان كيلبس ثوب الزمن الماضي. والبلاد ملي خدات هاد الفرصه لاعاده تغيير وجه المكان راه مزيان، راه هاد الاصلاحات راه مزيانه، تنشد الصلاح وتنشد الخير وتغير وجه الحياه وتعطي للحياه منظرا جميلا. والازعاجات ضروري لابد منها، لان هاد الازعاجات راه مصاحبه لهاد الاشغال، خاص الناس لابد للناس ان يتحملوها وان يصبروا حتى تتغير الحياه، لان الحياه لابد اذا اردنا ان تتغير لابد ان نلبس ثوب الصعوبات. بالنسبه للاشغال هذو ما فهمتش، جابوهم في دقه واحده عشي، ماشي كيبقاو كل بارشي بوحدها دقه دقه يخليو الناس بعدا الموطر عندي تهلك ديال بصح، فهمتيني؟ المهم كنتمنى من المسؤولين بعدا كوميم يديروا شي احتياطات، عرفتي بعدا غير في الدخله ديال سونتر فيلا ما لقيتش كيفاش ندخل، لدرجه انني خاصك تبقى تقلب هنا لي زانتيغدي كاينين بزاف، وتا الشوانط ما فهمتش انا هاد الطريقه هادي اللي ما عرفتش كيفاش، اللي حشومه فهمتيني، خاصهم يعرفوا كيفاش يسيروا الامور، ماشي يبقاو تكتشق اليوم كيبداو بشي بلاصه اللي الناس اصلا هي ديجا مزاحمه ديجا في ولي دودان عاوتاني مشاكل. المهم كنتمنى من المسؤولين المره الجايه اللي بغاو يقادوا شي حاجه يعرفوا كيفاش، ماشي غير يجيو عشوائيين يبداو يقادوا في الشغل هذا. اللي قلتي اشغال ازعاج، ولكن حنا كنتمناو النتيجه تكون مفيده للبيضاويين وتكون مفيده لهذ المدينه كبيره، مدينه اقتصاديه ديال المرآة ديال الاقتصاد ديال الوطن. نتمناو ملي تدوز هذه الفترة، واخا تزامن فيها الأشغال في فترة وحدة تزامنات كاملة، نتمناو تكون الناس اللي واصيين على هذه الأشغال حسنوا الاختيار ديال الأشغال وتكون إفادة للبيضاويين أقرب وقت. أنا ساكنة غير هنايا وازعاجات بزاف، ديما خدامين مع 6 الصباح كيخليونا بلا نعاس، وبغينا نعرفوا امتى غيساليو هاد الاشغالات هذا اللي دايرين، حيت راه عيينا راه بزاف، تقهرنا بكثره الضجيج، مابقيناش كنعسو مابقيناش كنرتاحوا، والغبره فهمتي، وانا اصلا عندي حساسيه فهمتي، ما كنرتاحش بحال دابا هاد الغبره وهذا الشيء كيعصب فهمتي وكيخنقني. ايوا هادشي اللي غنقول لكم، بغينا امتى غتسالي هاد الاشغالات، بغينا نعرفوا امتى غتسالي، حيت عيينا بكثره الصداع والغبره وعيينا بزاف، والصنداله ما بقاتش كتبقى ليا نقيه انايا بكثره هاد الغبره وبكثره خويا اش غنقول لك، سلاك وصافي، الله يدير لنا اللي فيها الخير. هاد الاشغال دابا اللي كاينين في كازا الصراحه هما ضروريين هاد الاشغال، والمشكله هما انهم ما كيديروهمش في واحد الوقت مناسب، زعما خاصهم يخدموا في واحد الوقيته ديال بنادم ما يكونش داخل بزاف، ما يكونش دي توريست، ما يكونش بزاف ديال البراني،
كيختاروا الصيف. الصيف هو واحد الوقت اللي كتكون الدنيا فيه عامره والبنادم كيجي من بزاف ديال البلايص. ايوا هذا هو الموضوع ديالنا ديال كازا والاشغال ديالها، وكنتمناو يداركوا هذا الموقف ويختاروا الوقت الصحيح ديال الاشغال.